بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدينإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهوحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسريناللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهديناللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحيناللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلميناللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صداللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهمواجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد للهSegala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi beri kesihatan kepada kita, menyertai dengan iman dan Islam. Itu sebagai sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan berimalaikan kepada hamba-Nya ya Allah Subhanahu wa taala kasih ya Allah Subhanahu wa taala merahmati ya Allah Subhanahu wa taala kehendak baik terhadap dia maka hendaklah kita itu pegailah biar molek-molek jagalah biar molek-molek iman kita Islam kitaSemasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan umur kepada kita, mudah-mudahan kita dapat kejayaan hidup di dalam dunia ini dan juga kita akan selamat dan berjaya daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak dan kita akan kekal abadi, tidak ada kesusahan, kepayahanapa-apa pun di dalam syurga nanti. Itulah matlamat yang kita duduk di atas muka bumi ni kena tahu. Tujuan kata Tuhan hatta kita ni, mengada kita ni, kenapakah?
Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilihkan kita sebagai manusia. Maka beberapa malam hari sebagai kebiasaan majlis kita ada pengajian tiap-tiap malam. Kerana pengajian ni tak putus-putus.